أهلا بكم من جديد. اعتقلت قوات المجلس الانتقالي اليمني مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان واقتادته إلى أحد سجونها. وكان سليمان المعتقل حاليا قد أبلغ الرئاسة والحكومة اليمنية رفض إدارة الميناء دخول سفينة إماراتية بطريقة مخالفة ودون إذن سلطات الميناء المحلية. يتزامن ذلك مع تصاعد الخلاف بين القوات السعودية والمجلس الانتقالي، خاصة مع اتهام الأخير للرياض بالتسبب بأزمة الوقود الخانقة والتي يعاني منها سكان سقطرى. في طريقة تحاكي الانقلاب على السلطة المحلية في الأرخبيل الاستراتيجي، قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تعتقل مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان وتقتاده لأحد سجونها تحت قوة السلاح. سليمان أبلغ الحكومة اليمنية مؤخرا أن سفينة إماراتية دخلت ميناء حديبو وأفرغت حمولتها دون إذن سلطات الميناء المحلية. ما يبدو تحالفا وثيقا بين الإمارات والسعودية يشوبه شقاق في سقطرى. الخلافات بين القوات السعودية وقوات الانتقال الموالية للإمارات تتفاقم، خاصة مع دعوة المجلس الانتقالي في سقطرى إلى تظاهرات تطالب بطرد القوات السعودية متهمة إياها بممارسة ما وصفته بسياسة التجويع والتسبب لأزمة المشتقات النفطية الخانقة التي تعاني منها الجزيرة. لأبو ظبي أهداف في سقطرى قد لا تتناسب مع ما ترغب فيه الرياض. الإمارات تريد الاستئثار بالجزيرة، لذا سارعت مؤخرا لإنشاء أول موقع عسكري لها في سقطرى مستغلة غياب الحكومة الشرعية فيها. السعودية من جهتها تريد الحصول على التزام إماراتي يضمن تمرير اتفاق الرياض المتعثر دون معارضة المجلس الانتقالي الذي يجيد الانقلاب على كل التفاهمات. الاحتقان السعودي الإماراتي في سقطرى يدل على صراع نفوذ غير معلن في الجزيرة التي تربط المحيط الهندي بخليج عدن. التحالف قد يتحول إلى خلاف حين يتعلق الأمر بمصالح استراتيجية تتخطى حدود سقطرى ومينائها.